الإمام المنبل، الحنابلة الجدد، سلام الله عليكم يا حنابلة يا جدد. أما رجعتم؟ أما علمتم أنكم على خطر عظيم؟ أما علمتم أن الإمام أحمد يتبرأ منكم؟ ما جاءكم النبأ؟ ما خرجش من قبري وقال لكم أنا بريء منكم؟ بس علمه تبرأ منكم، وإذا تبرأ علمه منكم يبقى هو تبرأ منكم. نتكلم عن علو الله جل في علاه، وتكلمنا عن الحلولية. الحنابلة الجدد هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان. الآن بس فقط قبل أن أبدأ في رد الشبه، في أكثر من شبهة بقى لها شبهتان حتى رددنا شبهة واحدة، لأن العقيقة الآن الأخ يعني حزين، وأنا الاجتماعات عندي يعني فيها ما فيها، يغفر الله لي. لكن نداء عاجل ل صالحي فديناك وفديناه، نداء عاجل للحنابلة الجدد. أين أنتم من أحمد؟ الحنابلة الجدد، زعمتم أنكم حنابلة؟ زعمتم أنكم جدد؟ زعمتم أنكم يعني كأنكم تأتون بالإبداعيات، وأنتم جهلة، وأنتم متمذهبة ضالة ببغاوات، ما عندكم شيء أصلا من الفقه ولا العلم ولا التأصيل ولا التقعيد، ما عندكم إلا التجرؤ على الله ربنا المجيد. تؤولون بل تحرفون الصفات، تتجنون عن علماء السلف، والآن أحمد الذي أنتم تنتسبون له كأنه خرج، كأني به خرج من القبر الآن. أنتم مش أنتم عندكم اللقاء اليقظة؟ كأنه خرج من القبر الآن وقال أنا بريء منكم، وإن لم يقل بلسانه فبخط قلمه تبرأ منكم براءة عظيمة. أنتم الحنابلة الجدد، أصحاب الزعم الباطل، تخالفون الله وتخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، تخالفون الصحابة، بل تخالفون الإجماع في أبواب الاعتقاد، وتقولون حنابلة جدد. ولو جئنا بكم في الفقه لوجدناكم خواء، ما عندكم إلا أنكم ببغاوات، ببغاء ما يعرف شيئا. والعلم والأمة بأسرها اتفقت وأجمعت على أن المقلد ليس بعالم، ليس بطالب علم، فضلا أن يكون عالما. المقلد ولو حفظ كل الفروع لا يساوي شيئا، ليس عالما ولا يرجع له في شيء. فأنتم المتمذهبة الجدد، الببغاوات الجدد، عقول أجل عقلك لغيرك، أقول لكم أين ربكم؟ ها؟ أين ربكم؟ ألا تصفون لنا؟ أين ربكم؟ عندما تسجدون أو تدعون الله جل في علاه، أين تكون أيديكم؟ أجيبونا بالله عليكم الحنابلة الجدد، أجيبونا. أم قد يعني خلاص أمسكتم عن الكلام وأصبحتم صم بكما، وأنتم حقا لا تعقلون، وأنتم حقا لا تعقلون. نحن أثبتنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن الله فوق عرشه بان من خلقه، علو الشأن، علو القهر، علو الذات، علو المكان. فالله جل في علاه على عرشه، وهو الذي قال عن نفسه. أنتم تريدون تحاكمون الله جل في علاه، تحكمون عقولكم على الله وعلى قول الله. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء، أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء، لأن فيه هنا معنى على لقول النبي، لقول الله جل في علاه عن فرعون أنه قال ولا أصلبنكم في جزوع النخل، هل شق النخل وأدخلوا فيها؟ قال فامشوا في مناكبها، في هل يعني شقها ومشى فيها؟ يبقى هنا في هنا بمعنى على. فلذلك نقول العلو ثابت لله جل في علاه، وأجمعت الأمة، أجمع سلف الأمة أن من قال الله في كل مكان فقد كفر. إنكار العلو كفر، وهذه مسألة فاصلة بين أهل السنة وبين الجهمية، إنكار العلو كفر. ولذلك نحن نقول لهم أنتم الحنابلة الجدد أين ربكم؟ صفوا لنا أين الله؟ أنا أقول لكم أما أحمد فقد تبرأ منكم، مشى بجانبكم وقال أنتم الحنابلة الجدد أنا بريء منكم، كيف تنتسبون له؟ هيقولوا لي يعني أنت رأيته خرج من القبر؟ لو ما خرج من القبر أقول
ولو ما خرج من القبر قلمه قد تبرأ منكم، قلمه قد تبرأ منكم. فنحن أثبتنا علو الله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع السنة. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الإيمان للجارية أنها اعترفت بأن ربها في السماء. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. رتب الحكم على الوصف، إيمان يعترف به لإثبات وإقرار العلو. وكما قلت شوف الله تعالى قال، قال بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء هكذا على العرش، فلنولينك قبلة ترضاها. ولذلك الداعي الذي يدعو ويرفع يديه لا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا، لكن يفعل هكذا وهو قلبه إلى السماء ويدعو الله جل وعلا. فالأصل في هذا الباب أن 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 هؤلاء المتأولة الأشاعرة مع الجهمية اتفقوا على على إنكار العلو، وهذه مادة كفر. أن تقول الله في كل مكان هذا كفر مستقل، ولازم ذلك لازم باطلة. لذلك نحن نقول لهم، احنا بينا في الرد عليهم بالمعية، وقلنا هناك معية عامة ومعية خاصة وشرحنا ذلك. الشبهة الثانية التي لهم قالوا قد قال الله تعالى، طيب يعني انتم رددتوا علينا في هذه، قد قال الله تعالى وهو معكم اينما كنتم. قالوا قد قال الله تعالى هو قال وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات وفي الارض. ارضناك يا احمد جزاك الله خير. ودعك منه هذا هلفوت، الهلفوت لا تلتفت اليه. وهو الله في السماوات وفي الارض، قالوا هذه فيها دلاله ان الله ان الله في كل مكان. نقول تعالى الرد عليك من وجوه. الأول استدعي معي أخي الكريم المحكمات، وقلنا في القرآن محكمات نعم، في القرآن متشابهات نعم، في القرآن محكمات وهناك مجملات نعم نعم نعم. الإجمال الإجمال يكسوه الاحتمال، والمحكم لا احتمال فيه. وهنا نرى من المحكمات أن الله فوق العرش. فالمحكمات أن الله عال على عن خلقه وهو القاهر فوق عباده، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. أيضا قوله تعالى الرحمن على العرش، على العرش استوى. فهذه محكمات بأن الله على العرش. وهنا قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. فنحن نقول إذن أولا عندما نرى المحكم أي متشابه يأتي رده على المحكم يظهر المراد منه. أنا تأكدت وقلت بأن الإجماع انعقد على أن الله في السماء يعني فوق السماء على العرش يعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود والله على العرش ويعلم ما أنتم ما أنتم عليه. فالرد هنا رد عليه من وجوه. الوجه الأول طبعا نقول أنتم إذا قلتم بأن هذه الآية دليل على أن الله في السماء وفي الأرض ولكم احتمال فيها، الاحتمال موجود لكنه ضعيف، ولكن نقول نعم، لكنكم بذلك تخالفون المحكمات، تخالفون ظاهر الكتاب الرحمن عرش سوا، تخالفون ظاهر السنة اعتقى فإنها مؤمنة أن قالت الله في السماء، تخالفون إجماع الصحابة. والألكائي نقل إجماع الصحابة على علو الله جل في علاه على العرش وهو باء من الخلق ويعلم ما أنتم عليه، تخالفون الفطر السليمة إذا دعا ما يدعى إلا بيرفع يديه هكذا، فتخالفون الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وتخالفون أيضا الفطرة السليمة والعقل. والعقل لأنه يعني في كل مكان معناه أنه في في تحتوش في 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 الحشوش، وان يكون يعني في اجواف السباع نعوذ بالله من غضب الله، في المياه في البحار في الانهار اعوذ بالله من غضب الله. هل هناك اكثر من هذا القول اعوذ بالله من غضب الله؟ فالغرض المقصود نقول يبقى اذا وهو الله في السماوات وفي الارض ننظر فيها لانها محتمله، فننظر اي الاحتمالات الصحيحه التي تفسر فيها الايه. قال وهو الله تعالى نتعبد لا باسمه، الله اسم هو الاسم الأعظم لله جل في علاه يتضمن صفة الإلهية. ما معنى صفة الإلهية؟ هي صفة الإلهية هو الذي تأله القلوب محبة وقربا وتعبدا. إذا نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني هو المألوه في السماوات وفي الأرض. نعم نعم يعني هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، هو الذي تأله القلوب شوقا إليه في السماوات وفي الأرض. وأما في السماوات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على البيت المعمور يدخل 70,000 ملك يطوفون فيه لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة.
كل يوم 70,000 يدخلون يتعبدون الله بهذه العبادة الجليلة الطواف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع وآخر إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع لله جل في علاه. يبقى هذا المعنى هنا باسم بدلالة الاسم الله يتضمن صفة الإلهية، وهو المألوه الذي تأله القلوب، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. يبقى إذن المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبدونه في السماء كما يعبدونه في الأرض. هذا تفسير الآية. ويبقى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وزكى بن سعود قال: على العرش ويعلم ما أنتم عليه. وأيضا من الردود عليها عليهم في هذا الباب الرد الثاني، وهو في القراءة المتواترة. ابن جرير الطبري في هذه السورة بيقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول لابد أن تقف وجوبا. سامحوني أنا أرد على هذا هذه الشبهة فقط، وحتى أكون لا أدخل الحزن على أخي وأذهب إلى العقيقة، وبعدين يبقى الله يعطينا وقت آخر يعني إن شاء الله. الرد الثاني في هذا الباب، نقول ابن جرير الطبري يقول: الوقف لازم هنا. عبد الله انا نازل الان، اعتذر لحضرتك على التاخير، انا اسف جدا. انا اسف جدا يا حبيبي، انا نازل يعني هختصم الدرس وهنزل على طول، خلاص هختمه الان، واعتذر لحضرتك جدا يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، السلام عليكم. ما دام قال لي ولا يهمك، يبقى انا هطمع في الشبهه الثالثه اجيبها، وابقي الرابعه الاخيره ان شاء الله في الدرس القادم. فاقول وهنا من وجوه الرد أيضا ابن جرير الطبري في هذه القراءة، وهو الله في السماوات وفي الأرض سورة الأنعام، قال الوقف لازم. فقلنا: يا إمام، ما معنى الوقف لازم؟ فقال الإمام: أقول لكم عندما تقرؤون وهو الله في السماوات، قف لزمن، قف لزوما، قف وجوبا، قف على الوجوب. وهو الله في السماوات، قال ابن جرير، فلنقف على السماوات ثم تستأنف. قال: والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهنا قوله وهو الله في السماوات، ومع ذلك هو الله في السماوات موافق للمحكم من الآيات: الرحمن على العرش استوى. موافق هو الآن هو الله في السماوات، يعني على السماوات، لأن في هنا بمعنى على كما بينت من الأدلة. ثم استأنف، شوف بقى بداية جديدة: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني مع أنه في السماء أحاط بكم علما، أحاط بكم سمعا وبصرا وقوة وقدرة. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن 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 المرأة تشتكي زوجها وأنا في ناحية البيت ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وابن مسعود يقول: وما بين كل ما بين السماء والأرض مزيد 50,000 سنة، وما بين كل سماء، حتى قال في السماء السابعة والماء مزيد 50,000 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يبقى في الأرض يعلم سركم وجهركم، هو أحاط بكم علما، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وجل وعلا، فقد أحاط بكل شيء علما، وأن الله جل وعلا قد وسع الناس يعني علمه في كل مكان، فأحاط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وقوة سبحانه جل في علاه. يبقى إذا تستأنف وتقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ولذلك قال الإمام أحمد، وقال الإمام مالك، وقال الإمام الشافعي أيضا في عقيدة أهل الحديث، قال: أن الله في عليائه فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه، علمه لا يخلو منه مكان. يبقى إذا تقف وقفا لازما. الرد الثالث عليهم، وهو أن نقول: لو قلنا بقولكم، نتنزل مع الخصم، لو قلنا بقولكم والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، لوازم باطلة. لو هو في السماء وفي الأرض، يبقى هو فيك وفي غيرك وفي أحشاء السباع، في أجواف السباع، في البحار، في الأنهار، في الحمامات، أعوذ بالله، حاشا لله تعالى، الله علوا كبير. وأنتم أصلا تفرون من هذا لازم الباطل، ونحن نقول هذا لازم باطل، لازم مزري، فعليكم أن تفروا منه. فمن لازم أن نقول أن الله في كل مكان، أنه في وفيك وفي القبر وفي النهر وفي البحر وفي الترعة، وأيضا في الحمامات، في أجواف السباع، نعوذ بالله من غضب الله، هذا كفر ليس بعده كفر.
يبقى اللازم كفر اهو الان، ولكننا لا ناخذكم باللازم ونقيم عليكم الحجه ونقول بان الله فوق السماء يعلم ما انتم عليه. فلما طارت حيلتهم واشتد الامر والكرب عليهم الحنابله الجدد، اراهم يبكون الان يصرخون، وان شاء الله في الليل سيأتيني طلبة العلم ويقولون دخلوا الصفحات وشتموا الشتائم وسبوا المسبات وقالوا نقتله وقالوا نهدده. هؤلاء كيف يقول عن إمامنا كذلك؟ نقول لهم ابكوا كثيرا وابقوا الدمع وابقوا لكم دموعا، ستبكون على كل عقيدة منحرفة لن نسكت عنها بحال من الأحوال. ونبينها حنابلة جدد جهل جدد، الأولى يقال عبط جدد. حنابلة الجدد، أين أنتم من أحمد؟ أحمد تبرأ منكم. أما علمتم ابن قدامة تبرأ منكم، حتى ابن قدامة تبرأ من ابن عقيل نفسه تبرأ منكم، القلم يثبت ذلك. فأقول قالوا عندنا دليل، قلنا تعالوا أنتم ضعافة ومساكين وسنتنزل معكم وننظر ما عندكم. فقالوا أما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أما هذا فيه إقرار بأنه في الأرض كما أنه في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سبحان رب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا أنت في السماء رحمتك في السماء فأنزل رحمتك في الأرض. شوف التفصيل البديع من كلام النبي الأمين في سنن أبي داود، قال ربنا أنت في السماء رحمتك في السماء أنزل رحمتك في الأرض، وفي رواية أمرك في السماء قال أنت في السماء. وعندنا المحكمات الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء كما بينا في المحكمات في ذلك أنه في السماء. يبقى إذن لما أقول وهو الذي في السماء إله اسم الأسماء الله جل وعلا الذي تأله القلوب، يتضمن صفة الإيش؟ الألوهية العبودية، يعني هو المعبود في السماء. نعم والملائكة تعبده، وهناك من يطوف حول العرش، وهناك من يطوف بالبيت المعمور، هناك من يطوف ببيت العزة، فالعبادة الملائكة لا تنقطع. يبقى هو معبود في السماء وفي الأرض ولله الحمد، ولو كان أكثر أهل الأرض أكفر هم أكفر أهل الأرض، فإن القلة القليلة تعبد الله وتوحده وتنشر قضية التوحيد بين الناس. يبقى إذن هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. وأيضا نحن نقول في هذا الباب يعني هو الله في السماء وهو الذي في السماء إله، يعني آمر ناهي، قال له الخلق والأمر، وفي الأرض إله يعني آمر ناهي. فهذه مثل الرد عليهم في الشبهة التي سبقت، يبقى عندهم شبهة تمسكوا بها وقال ماذا فعلتم بنا؟ الحنابلة الجدد يبكون، يعني ما عندكم رأفة؟ ما عندكم رفق؟ تجعلون الناس يبكون بهذا الكلام؟ أتخوفونهم بأن قولهم كفر؟ نعم قولهم كفر يا حنابلة، إلى الأذن أهمس، قولكم كفر، اتقوا الله ربكم وارجعوا، أنتم على خطر عظيم، عقيدتكم عقيدة خربة. أبو بكر لم يعتقد ما اعتقدتم، عثمان لم يعتقد ما اعتقدتم، علي لم يعتقد ما اعتقدتم، عمر لم يعتقد ما اعتقدتم، العشر المبشرون بالجنة لا يعتقدون ما اعتقدتم، ابن المسيب لا يعتقد ذلك، الشافعي لا يعتقد، أحمد لا يعتقد، مالك لا يعتقد، أبو الحسن حتى والله يثبت العلو، يا أغبية ارجعوا، أنتم إلى الهلاك. بقي لهم قالوا طب ماذا تقول؟ عبدي مرضت فلم تعدني، فإن عدت وجدتني عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي، كلها دلالة واحدة. هذه إن شاء الله نفردها بالإجابة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، حتى لا أكون أطلت على أخي وأسأت إليه، ويعني إجابة الدعوة على الأقل هي مستحبة متأكدة. إن أحبكم في الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.